طبعا في اهتمام كبير جدا باللي حصل في اسوان من يومين، وتحديدا يوم الجمعه اللي فاتت. درجه الحراره في اسوان سجلت اعلى درجه حراره على كوكب الارض، بنتكلم في اكتر من 49 درجه مئويه، 49.5، ودي معدلات كانت صعبه جدا انها تحصل في مصر. زي ما كنا دايما نقول كده ان ده طقس الخليج مش بتاع مصر، لا. بالتاكيد التغيرات المناخيه والطقس المتطرف اصبح بيحصل في دول كتيره جدا مش بس في مصر يا مان. طبعا ده حقيقي، ودي ازمه كبيره جدا، ازمه التغيرات المناخيه، انها فجاه كده بتفاجئك بطقس انت مش متعود عليه، حاجه غريبه. اماكن انت متعود ان يكون الجو فيها معتدل، تتفاجئ ان درجات الحراره فيها بقت غريبه جدا، ممكن تكون مرتفعه بشكل غير مسبوق. اماكن احنا متعودين انها جافه ومكان حر فجاه تلاقي فيها سيول. وعلى هذا الحال بقى، الغريبة ان احنا لسه في فصل الربيع، لسه 11 يوم في الصيف، يعني احنا محطوطين على الشواية يمين وشمال، واحنا لغاية دلوقتي لسه في فصل الربيع، لسه وصلناش الصيف الشوي اللي بجد. هي المشكلة كمان في انه مش مثلا بنقعد فترة في حر ونرجع ناخد فترة درجات الحرارة تنخفض، لا، ده بالايام، يعني يومين درجة الحرارة مرتفعة جدا، بعدها على طول يومين درجة الحرارة منخفضة، ممكن بالنهار درجة الحرارة مرتفعة جدا، ممكن بالليل تلاقي فيه نسمة هواء مش لطيفة تصل لحد نسمة الهواء. مش اليومين دول، انا بتكلم بشكل عام عن التطرف المناخي. يعني واضح ان الصيف السنه دي هيكون مش احسن حاجه، يعني هيكون صعب جدا، واضح اننا هنكمل في الموجه الحاره دي شويه حلوين. النهارده بحسب طبعا التوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية هتنكسر درجات الحرارة وهتتراجع بمعدل 4 درجات تقريبا، لكن بعد يومين تحديدا هيكون في موجة حارة جدا. النقطة إن في ناس كتير بتتكلم إنها موجة واحدة مستمرة بيحصل فيها انكسارات لدرجة الحرارة، بتقل بس شوية لكن الموجة نفسها بتكون مستمرة. أنا طبعا يعني كلنا عارفين إجراءات وقائية مهمة لازم كلنا ناخد بالنا منها وكلنا عارفينها، لكن خلينا نفكر نفسنا بيها. نشرب مية كتير، مية كتير، مية كتير، مية كتير، سوائل كتير، سوائل كتير. السوائل دي مش داخل جواها خالص مشروبات الطاقة ولا المشروبات المسكرة الغازية وغيرها، كل المشروبات اللي فيها سكر كتير دي بتخلي الجسم يفقد المية ومش يحافظ على المية. لو حاولنا ناكل خضروات ورقية دي بتحافظ على المية جدا في الجسم، هي والخيار وما أشبهها. نحاول نلبس غطاء للرأس، نلبس ملابس فاتحة لو الملابس تكون قطنية، يعني دي حاجات أعتقد إنها بديهية نحاول إن احنا نطبقها في الأيام اللي جاية، ونحاول طبعا أكيد ما نتعرضش للشمس بشكل مباشر. إن شاء الله ربنا يهون على كل الناس اللي بتكون بتشتغل في أجواء حارة وبتكون موجودة في الشارع أو في أماكن تعرض مباشر للشمس، وإن شاء الله ربنا يهونها علينا والموجة الحارة دي تنكسر. صباحكم زي الفل، صباح الخير يا مصر.